العروق تعطي مظهر جذاب للجسم، خاصة احنا كشباب اول ما ندخلوا للجيم العروق نحبوها تبان في فترة قصيرة. في فيديو اليوم باش نشوفوا مع بعضنا اهم الاسباب اللي تخلي عنا عروق بارزين. تابع الفيديو للاخر وكالعادة ما تنساش دعمنا بلايك سبسكرايب وتخلينا موضوع الحلقة القادمة. اول عامل عنا واللي هو عامل الجينيات، العامل الوراثي. نتصور كلنا عنا الصديق اللي ما عمره ما تخلى النادي وما عمره اصلا ما مارس نشاط رياضي، لكن عنده عروق بارزين بشكل كبير يعني، وهذا اللي نسميه بالعامل الوراثي، يعني شخص ما عمره ما مارس نشاط رياضي لكن عنده عروق بارزين. بالنسبه للعامل الثاني عنا واللي هو يعتبر واحد من اهم العوامل، كان ما هو ماهوش اهم عامل، واللي هو الدهون. كل ما قلت نسبه الدهون في الجسم العروق تبرز اكثر. على سبيل المثال شحط لكم صورة ليان في فترة التنشيف، الفترة هذه خلط فيها نسبة دهون تقريبا 10% كما قاعدين تروا في الصورة، العروق نتصور بارزين. الفترة هذه أنا زدت قليلا في نسبة الدهون، يعني تقريبا أصبحت بين 15-14% يعني كما قاعدين تروا، يعني حتى العروق يعني نقص. هذا هو اللي فسر يعني عامل الدهون، كما قلت عامل مهم جدا يعني في إبراز العروق، يعني كل ما قلت نسبة الدهون كل ما العروق بانت أفضل يعني. أفضل نسبة دهون لإبراز العروق تكون بين 8-10%. الحاجة الثالثة عنا واللي هي الملح اللي في أكلك، كل ما زادت نسبة الملح في أكلك أو الصوديوم هذا ينجر عنه الووتر ريتنشن، يعني تخزين الماء في الجسم، الماء الزايد. الماء هذا مش بيخلي العروق تظهر كما احنا نحبه، يعني هذا باش يخلي الجسم يعني عبارة منفوخ يعني كالكرة، يعني العروق مستحيل تبانه يعني في الظروف هذه. لكن يعني ما نقطعوش الصوديوم يعني 100% يعني من الاكل، هذا يولي مضر بالصحة يعني اكثر من اللي هو نافع كما قلت. كما نعرف الصوديوم عنده العديد من الفوائد في الجسم، ان شاء الله نتحدث عليها في حلقات قادمة. النقطة الرابعة تقريبا عكس النقطة الثالثة، كل ما شربت ماء اكثر يعني حسب احتياجاتك طبعا، كل ما تخلصت من الماء الزايد من الجسم، وكل ما تخلصت من الماء الزائد من جسمك كل ما العروق برزت اكثر. متوسط كميه الماء تكون بين 1.5 لتر الى 3 لتر، هذا طبعا حسب احتياجاتك اليوميه، حسب نشاطك، حسب سنك، حسب يعني العمل متاعك، حسب المورفولوجي الى اخره، العديد من الاشياء تقرر الشيء هذا. العامل الخامس ممارسه نشاط رياضي، على سبيل المثال تمارين الكارديو او تمارين المقاومه. زيد على هذا تمارين المقاومه ايضا تساهم في انقاص الدهون، انقاص الماء الزائد في الجسم، واهم الكل تمارين المقاومه تساهم في زياده حجم العضلات، وكل ما زادت نسبه العضلات في الجسم عمليه حرق الدهون تتحسن يعني، وهذا بالطبع باش يساهم عنده ابراز العروق. وكل ما تكبر العضلات ايضا حجم القلب يكبر، اي نعم حجم القلب يكبر كي العضلات تكبر، يعني كميه نتاع دم اكبر للعضلات، القلب يولي يضخ في كميه اكبر من الدم للعضلات، هذا باش ينجر عنه ايضا بروز العروق في فتره قصيره. بالنسبه للحاجه السادسه واللي هي تعتبر حاجه يعني اختياريه، مكمل الارجينين. مكمل الارجينين شباب يعمل على توسيع الشرايين، يعني كميه نتاع فيتامينات، كميه نتاع طعام، كميه نتاع املاح معدنيه تدخل اكثر للعضلات. وهكا كملت حلقه اليوم، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم، وان شاء الله عرفت كيفاش نوصل المعلومه بالشكل السليم والشكل الواضح، بالرغم اني نحاول نحكي قدر الامكان بالعربيه الفصحى. ان شاء الله تكونوا استفدتوا كما قلت. ما تنساوش دعمنا بلايك وسبسكرايب، الشيء هذا شباب يحفزنا كثيرا ويخلينا نقدموا القدام، وانتم كيف تخليكم تقدموا القدام بالمعلومات اللي نضيفوهم لكم.